والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وآله وصحبه الميامين. تحية لكم أحبتي، تحية احترام وإجلال وإكبار. أولا أتقدم بالشكر الجزيل بالنيابة عن الوالد العزيز والوالدة والأهل، لكم أحبتي ولجميع أهل القرية لمن ساهم وضحى وصمد وصبر في سوح النضال وسوح الجهاد والمقاومة. تحية لكل بطل صمد ووفى وثبت في وجه الظلم والجور. تحية لشباب الأبطال الثابتين الصامدين في السوح. وتحية خاصة إلى أهالي القرية اللي كانوا الحاضنة الرئيسية واللي لولاهم ما استمر هذا الحراك وما استمر هذا النضال. لكل أسرة في هالبلد العزيز جرح، اللي عنده شهيد واللي عنده معتقل واللي عنده مصاب واللي عنده مهجر، كلنا لنا جروح، كل جروحنا تنصاب في مصاب واحد، وكل سببها كان سبب واحد بس هو طلب الحرية. ما راح تنمسح الجروح وما راح تنتهي، ما راح يوقف هالنسف، وما راح توقف مطالبنا، وما راح نوقف سعينا في طريق الحصول على مطالبنا الحقة إلا إن شاء الله، إذا وصلنا لها إن شاء الله. عائلتنا فاقدة الوالد العزيز أستاذ محمد علي رضي، وهم بعد فاقدة قاسم أخوي قاسم محمد علي. تعريف سريع عن الوالد: محمد علي رضي إسماعيل، عمره 53 سنة، مواليد 1960. الوالد أفنى عمره في تربية الأجيال، أفنى عمره في التدريس، في السلك التدريسي، إلى أن وصل الآن إلى هو الآن موجه لغة عربية. ساهم في تطوير المجتمع، ساهم ويا أهل القرية، وقف مع أهل القرية، حاول كثر ما يقدر أن يفيد القرية ويعطيها، ويحاول ينمي ثقافة التعاون، ثقافة البر، وثقافات اللي نستلهمها احنا كلنا من أهل البيت سلام الله عليهم. الوالد اعتقل تاريخ 24/3/2011 في الفجر. هاجمت مجموعة كبيرة البيت وكسرت الأبواب ودخلت وراحت، تعدت ومن دون أي استئذان، وركبت إلى غرفة الوالد وحاولت تكسر على الباب الحجرة عشان تدخل وتعتقله من داخل، ولكن الوالد كان سبقهم وطلع. الوالد بعد ما اعتقلوه تقريبا أكثر من شهر من اعتقال الوالد ما سمعنا عنه ولا شيء، ما سمعنا وين اعتقلوه، وين المكان الموجود فيه. وكنا عايشين في هاجس، كل يتكلم أنه في شهداء، في ناس ماتت من التعذيب، فكانت حالتنا النفسية جدا سيئة في الفترة الأولى، إلى أن بعد فترة اتصل وتكلم على فترة ما تتجاوز الدقيقتين: سلام، أنا أوكي، أنا زين، ما فيني شيء، لا تحاتوني، لا تخافون علي، اهتموا بروحكم، وقفل. بعد فترة بدت المحاكمات. في المحاكمات أنا أول محاكمة ما كانوا سامحين لي أروح، الأهل يعني عمومي قالوا لي لا تروح، لأن ما تقدر تتحمل تشوف أبوك بهالكيفية وهالهيئة، يعني إذا شفت أبوك كذي احتمال تنكسر وهو يضعف ويعني يتأثر نفسيا وبيضايق واجد. فالجلسة الأولى أنا ما رحت. الجلسة الثانية أصريت أني أروح وقلت لهم إن شاء الله أنا بكون ثابت وبكون قوي وبكون صامل وبكون
فبعد ما دخلنا إلى قاعة المحكمة، أنا كانت مسافة بيني وبين قفص الاتهام ما تتجاوز المتر بس، وكنت على وجه انتظر بس متى يدخلون المساجين عشان أشوف أبوي، زمان ما شفته، ويعني أبوي أشوف شلون حاله بعد كل هذا اللي صارهم. فنادى القاضي، نادى القاضي أن دخلوا المساجين. فتميت أنا بس عيوني على الباب أنتظر أشوف الوالد الحين بيدخل. تموا يدخلون مساجين واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني، أنا أنتظر الوالد يدخل. خلصوا وسكروا الباب، وين الوالد؟ ما شفته. رجعت عيوني بس ورا شوي، وكان الوالد داخل ثاني واحد، ثاني أو الثالث. يعني أبد ما كان، ما كنت متصور أن هذه شكله، هذا شكله بيكون، هذه هيئته، هذا هي صورته، كلش ما تخيلته يعني كذي. وتم يدور عيونه على في القاعة عشان يشوف الأهل، يشوف من موجود من البيت علشان يعني يفرح نفسه شوي. شافنا وتم يوزع ابتسامات يعني مخشوشة وراها جروح، يعني كل ألم، كل عذاب، كل شيء يعني مروا فيه، مو سهلة أن واحد يبتسم. فتم يبتسم ويدور عيونه إلى عمومي بعد يبتسم لهم، وهذا يرجع عيونه طول الجلسة بيننا وبينهم، يعني مثل ياخذ لروحه طاقة. بعد ما خلصت الجلسة مسكين الوالد ما كان يقدر حتى يوقف، يعني كانت التعذيب واللي كان صايد لنا يعني مو شيء مو سهل، حتى ما كان يقدر يوقف على وقفة واحدة، كل شوي يغير وقفته، كانت فيه نفضة رجفة، ما كان يقدر يعني يوقف مثل العادة. والوالد يعني كان سليم، ما في شيء، ما شاء الله عليه، كان قوي يعني بنيته قوية. فبعد ما خلصت الجلسة قالوا مسموح لكم أنكم تلتقون فيهم 10 دقائق. توجهنا إلى الغرفة اللي فيها الوالد وشفته، حضنته، يعني هوست عليه شوي تهويسة اشتياق. فسيدة يعني قال لي لا تكسرني، خلاص ما في شدة كحين، يعني كان جسمه كله متكسر وكله جروح وكله، يعني كانت آثار الجروح تبين من الوجه وكانت تبين من الأيادي، مع أنهم لابسينهم ثياب طويلة يعني. فما كان يتكلم لنا، ما كان يقول لنا وش صادهم، وش الأشياء اللي مروا فيها، شلون تعذبوا. أنا ما سمعت عن هالأشياء كلها إلا عقب، يوم عطاهم فرصة أن يتكلمون عن الأشياء اللي صادتهم، يقولون مرافعاتهم بنفسهم. هذا صارت يعني بعد فترة طويلة من سجنهم. بعدين ذكر شلون أن يعني شلون استلموه من البيت، شلون شققوا ثيابه، شلون طلعوه في السيارة، شلون كانوا يقلعون شعر جسمه، شلون كانوا يتفلون عليه، شلون كانوا يسطرونه، شلون كانوا يدوسون فوقه، يسدحونه، يضربونه، شلون كانوا يلقون عليه الشتائم، أقسى الشتائم، في الأم وفي الزوجة، في البنات، في الأبناء، شلون كان التهديد باغتصاب الأبناء والبنات، والتهديد يعني أبشع الكلام وأبشع، يعني الإنسان مجرد أنه يتم يدري أن الظالم ده الموجود قدامه واللي قاعد يعذبه، هذا مفتوح عنده كل شيء في النهاية. يعني اللي يسوي كل هالجرائم هذه ما تستبعد عنه أنه يسوي هالأشياء اللي ذكرها. فشلون أنت قاعد وفي هالهاجس هذا، يعني هذا عذاب النفسي أكثر من عذاب الجسد. هذا بعدين غير الصعقات الكهربائية اللي كانت في جسمه، الوالد لحين في نفضة في جسمه، يعني ما إيده بروحه تهتز من كثر ما أنا يعني أذوه بالكهرباء، من كثر ما أذوه بالتعذيب، من كثر ما وقفوه فترات طويلة، من كثر ما يعني قاسوا بشكل جدا جدا مريع، يعني شغلة ما فيها إنسانية وما فيها رحمة وما فيها أي شيء من تحت هالمضامين هذه. طبعا
طبعا في النهاية بعد كل هالمشوار التعليمي والمشوار الاجتماعي والمشوار مشوار العطاء اللي كان فيه الوالد، في النهاية كان اتهامه التعامل مع الخارج، التجنيد على ما أدري شوية خرابيط. يعني إنسان عنده الخلفية هذه تروح يعني تفلت عليها التهم ومحاولة التخريب ومحاولة الإرهاب ومحاولة، هذا كلام بطال. النهاية يعني مطالب شعبنا، مطالبنا كلنا، مثل مطالب باقي الشعوب، مثل باقي شعوب العالم اللي صارت فيها الثورات. احنا طلعنا علشان هالهدف هذا، علشان نوصل الى حق في النهاية مثل ما طالبوا فيه الباقي، يعني هم مو على راسهم ريشة مثل ما نقول. اخر الشعوب كانت مصر. مصر طلعت ثورة وردت، بعد طلعت ثورة ثانية بعد سنة بس، قالت ان انتم ما سويتم شيء، نبي ثورة ثانية. فبعد ما طاح اللي انتخبوا اصلا، بعد ما طاح صارت التهاني والتبريكات، وصار كل واحد يرفع ايده يهني، يقول نحن مع مطالب الشعب، ونحن يعني احنا واقفين ويا الشعب المصري وواقفين ويا مطالبه. اي شيء يبي الشعب المصري هو له حرية الاختيار. يعني ما تدري ليش، هل لان الشعب المصري بالغ يعني خلاص تجاوز السن القانوني يقدر يتخذ قراراته، وشعبنا احنا لا، لحين تحت سن الرشد، يعني السن القانونية لحين ما تخطيناها علشان نقدر نتخذ قراراتنا. في النهاية تستمر الثورة ويستمر العطاء. فالرموز والمساجين وقبلهم الشهداء هم وقود هذه الثورة، ولن تنخمد هذه الثورة حتى وصولنا إلى مطالبنا الحق إن شاء الله. وأعيد وأشكركم أخواني على هذه الفرصة، فرصة إيصال قضية الوالد ولو بشكل بسيط، إيصال اسمه، إيصال المعاناة اللي عانى فيها والأشياء اللي صادته. أشكركم بالنيابة عنه وبالنيابة عن الوالدة وبالنيابة عن الأهل كلهم، وإن شاء الله نبقى صمود وياكم كلكم إن شاء الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.